حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا إليك المصير حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله ربنا الله حسبنا 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 الله ربنا الله ربنا الله حسبنا 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 الله حسبنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله حسبنا الله ربنا 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 الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك ربنا وإليك المصير يزورك أي أخرى بالإمامة ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحملني بحمايتي كفايتي وقايتي حقيقتي برهان حرز اماني بسم الله وادخلني يا اول يا اخر مكنون غيبي سر دعيتي كنزي ما شاء الله لا قوه الا بالله مدد يا سيدي واسفل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجابي صيانتي نجاتي واعتصم بحبل الله وابني يا محيط يا قادر علي سوى الامان احاطه مجدي سرورك يا عز عظمتي ذلك خيرا ذلك من آيات الله ذا أعذني يا رقيب يا مجيب
واحفظني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي بكراءتي إغاثتي يا رسول الله بالضارين به من أحد إلا بإذن الله. ربني يا مانع يا نافع بآياتك وأسمائك وكلماتك شر الشيطان فإن بغى علي أخذت غاشية من عذاب الله. فنجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظالمين الباغين علي وعوانهم، فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وخذه على سمعه وقلبه فجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. واكفني يا قابض يا ظهار قضيعة مكرهم واردتهم عني مذمومين مدحورين بتقصير توقير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. فأذقني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخب إنك من الآمنين بفضل الله. فأذقهم يا ضار يا مجيب يا ضار يا مميت نكال وبال وزواني فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وآمني يا سلام يا مؤمن صولة جولتي دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم ويا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. والبسني يا جليل ويا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن أيديهن وقلنا حاشا لله. وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك فتنقاد وتنخض وتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيف تأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأظهر علي يا ظاهر يا باطن آثار آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ووجه اللهم يا صامد يا نور وجهي بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله. وجملني يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراعة وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي برفة رأفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلدني يا شديد البطش يا جبار يا قهار سيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله. وأدم علي يا باسط يا فتاح بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك. آمين.
بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والاطمئنان والسكينة لأن أكون مع الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأفرغ علي يا صبور يا شكور الصبر الذين تدرعوا بثبات يقين كم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف وما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء النصر الذين قيل لهم أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله. وأيدني يا طالب يا غالب تأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. واكفني يا كافي يا شافي الأعداء والأسواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله. وتولني يا ولي يا علي بولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك من فضل الله. وأكرمني يا غني يا كريم بالسعادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. وتب علي يا تواب يا حكيم توبة نصوحا لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. وألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فإنه فعلم أنه لا إله إلا الله. واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واسكني يا سميع يا قريب جنة أعدت للمتقين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا نافع يا رحمن يا رحيم أسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطان نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحليم الحليم رب العالمين ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتوب علينا واهدنا واسقنا واصلح شاننا وشان المسلمين سلطان القوم الكافرين انصر سلطان سلطان المسلمين سلطان الانس والجن سيدنا المهدي عليه السلام بحرمة ما نزلت عليه سورة الفاتحة. İyi geldi, korktu geldi. Allah'dır. Allah'dır.